السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في نادي الأصدقاء، حلقة جديدة اليوم يوم الجمعة الواقع في 7 ديسمبر 2018، واللي هو أول يوم جمعة من شهر 12. أتمنى يكون شهر خير ومليء بالاجتهاد لكم أنتم أصدقاء النادي ولكل مشاهدينا وكل شعب قطر. تدرون ليش؟ تدري ليش يا جنكوز؟ أصدقائنا، لأن هذا الشهر وتحديداً في 18 ديسمبر اليوم الوطني لأرضنا الغالية قطر، والكل قاعد يجتهد ويستعد لهذا اليوم اللي ننتظره من سنة لسنة. وحلقتنا هذه بتكون الحلقة الأخيرة قبل ما تبدأ دورة قناة الريان البرامجية الخاصة باليوم الوطني، وإحنا أكيد بنتلاقى بعدها. والحين نتمنى أنكم تستمتعون معنا في هذه الحلقة المليئة بالأنشطة والمسابقات والجوائز. أصدقائنا وفقراتنا مثل العادة هم جنكوز طبعا صديق النادي، مرافقي في التقديم اللي بنتعلم معاه شيء جديد في الورشة، ونلعب معاه في فقرة لغز، ومعنا أيضا خربوش وتحدي الأسبوعي في ارسم واربح، وبنشوف من راح يفوز معنا فيه، وبنقول لكم نصيحة جديدة خاصة بهذه الحلقة. وأخيرا رقم البرنامج اللي إذا اتصلتوا عليه تشاركون معنا في فقرة تبي تفوز ومسابقاتها السهلة، الرقم طالع لكم على الشاشة حاليا وهو 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. احنا بانتظاركم. والحين جنكوز بمن نبدأ؟ جاسر ورشة معي انا جنكوز. والحين اصدقائنا ننتقل الى ورشة مع جنكوز. جنكوز شخبارك؟ ما رأيك؟ اول شيء شخبارك؟ جاسر انا بخير جديدة. جاسر مرحبا للأصدقاء في منازلهم وأينما كانوا يشاهدون نادي الأصدقاء. صحيح. أصدقائي، الآن هي فقرة ورشة مع جنكوز، وفي هذه الورشة سنقوم بصناعة شيء جميل جدا. جاسر تنفس 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 عادي. شفيق شفيق ما أدري شفيق ما أدري شهيق 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 زفير شهيق شفيق شفيق جاسر اليوم سنصنع حمامة السلام. يا سلام حمامة السلام. طيب تهديها لمن هذه؟ ها؟ تهديها لمن؟ أهديها للجميع في هذا اليوم، اليوم الوطني. يا سلام. طيب شو مجهز اليوم الوطني جنكوز؟ جاسر جهز كثير الكثير من الأشياء. حلو، يا سلام. مثل وشو؟ جاسر سأذهب لمشاهدة العرض العسكري. يا سلام، المسير الوطني قصدك. في لا 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 في في درب الساعي. مسير الوطني قصدك. إيه يا سلام. جاسر وأيضا سأذهب للمشاركة في كل الفعاليات التي تحدث في الدرب الساعي. يا سلام. وليش أبي أعرف ليش اخترت الحمامة؟ جاسر لأنها ترمز إلى السلام. صحيح، يا سلام. طبعا طيب. انا اخترت بعض الالوان، يعني اللون الاصفر. حلو. انا احب اللون الاصفر. حلو. واللون الابيض، واللون الابيض المتسخ. حلو، ابيض متسخ. جاسر بلون سال. طيب ننتقل شو اسمه المكونات اللي استخدمتها خلال. جاسر بسيط جدا جزيلا. يلا ايضا نحن في حاجه فقط الى ورقه. نبدا بالورشه صح يا جنكوز؟ طبعا يا جاسر. يلا نحن في حاجه فقط الى ورقه. ورقه. حلو. بأي حجم أريد؟ بس ورقة؟ ورقة. يا سلام. مقص. ومقص. حلو. بعد؟ و بعض ألوان التلوين. بعض ألوان التلوين. ونحن في حاجة أيضا جاسر، أنا الصبغ. اللي هو اللاصق صح؟ تحتك صح. تحتك. جاسر. تحتك. أي يا سلام. وأيضا الصبغ أو اللاصق. حلو. يا سلام. فقط. جاسر. سهلة جدا جدا جدا. طبعا بما ان المعدات قليلة اللي هي بس مقص ورقة ولزقة وصمغ، ايش بتسوي؟ جاسر اولا حلو. سنستخدم اللون الازرق. انت استخدمت الاصفر والابيض؟ الازرق. والحليبي باقي وشو؟ الازرق. حلو. الابيض المتسخ. يا سلام. بلانسال. الابيض المتسخ. يلا على قولتك. الفرنسية بلانسال. يا سلام. شوف انت عديت اللغة العربية دخلت على الفرنسية. ثقافة ثقافة يا جاسر. يعني طيب ايش معنى تسال؟ جاسر بلون يعني ابيض. حلو. وايت. اوكي. سال يعني متسخ. يا سلام. سموه بهذا اللون يعني. هذه معلومة جديدة انا استفيد منها. يكون لونه كريمي. كريمي يلا. خلاص عدينا اللون هذا، خلينا نروح للازرق. اخذنا الورقة. حلو. الورقة هكذا. يا سلام. وثم نثنيها. نثنيها من النص. حلو. ايه. حلو. ثم ناخذ قلم الرصاص
لنرسم رأس رأس الحمامة. حلو، اللي هو دائرة. صح. أصدقائي، بما أن الأدوات جدا سهلة ومتوفرة، بإمكانكم أنكم تسوون العمل حاليا مع جنكوز وهو قاعد يسوي، إذا كان بإمكانكم يعني. جنكوز حاليا قاعد يرسم رأس الحمامة. بدأنا بهذا الشكل. حلو. روى أصدقائنا. أشوف. هذا هو رأس الحمامة. سنضع العين. اللي مثل ما تشوفونه هنا. هذا هو رأس الحمامة. ووضعنا العين أيضا. والحين العين اللي هي دائرة ونقطة داخلها. حلو. والآن سنقف. نأخذ المقص. انتبهوا جيدا جدا جزيلا. صحيح، نحتاج شخص كبير يساعدنا في القص. نبدأ بالقص بهذه الطريقة. سنبدأ من هنا. عذرا يا وسام، لا أستطيع. نقص بهذه الطريقة. يا سلام. جنكوز، أنا متعود عليك دائما تجهز قطعة، ما أدري ليش ما جهزت قطعة. جاسر، اليوم يعني جهزت كل الحمام ولا مجهز قطعة جاهزة. غريبة والله. جاسر. صحيح، بس الحلو يا جنكوز اللي فكرت فيه، إنه في اليوم الوطني لو يروحون أصدقائنا بهذا الحمام راح يكون منظر جدا 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 جيد. يعني جاسر، بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، قصصنا شكل رأس الحمامة. يا سلام. سنقص بهذه الطريقة من هنا. طيب، اليوم مثل اللي إحنا قاعدين نشوفه اللي هو من فوق. الطهوة. بهذه الطريقة. يعني جاسر، ليس خط عمودي ملتوي بعض الشيء. حلو. إيه؟ يعني مو بسيدة. لا. متعرج. صح. يعني هكذا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. إيه؟ يا سلام. خمسة. ستة. خلاص جنكوز، لمتى؟ جاسر. سبعة. ثمانية. تسعة. بس. عشرة. 11. لنهاية الورقة جنكوز؟ صح. أها، أوكي. هكذا. سنعلي هنا. نقص. يا سلام. يعني جنكوز خلصنا من الرأس. حددنا حوله. صح. وبعدين المتبقي قصصناه قطعة قطعة. مستطيلات. صح. من دون ما نقص الورقة كاملة. لا. حلو. جاسر، سنلون رأس الحمامة. حلو. سنضع اللون الأسود. سلام. وسنزين حول عينها باللون الوش البني. قاعد تستخدم البني جنكوز؟ صح. طبعا أصدقائنا بإمكانكم استخدام أي لون تبونه هنا على راحتك. أصبحت عين الحمامة جاهزة. حلو. الحين شو تسوي؟ تفتحها؟ ها. والآن يا جاسر، بكل بساطة. حلو. حتى الآن هل هناك من شيء صعب؟ أبدا، كل شيء سهل. ها. نأخذ هذه. حلو. نريد أن نلصق رأس الحمامة. نأخذ الصبغ. طبعا أصدقائنا مثل ما سوى جنكوز، هو أول شيء ثنى الورقة من النص، فصار عندنا رأسين من الحمام. صح. هو لصق الرأسين ببعض، والباقي يا جنكوز شو بتسوي فيه؟ أها جاسر، والآن الخطوة المهمة جدا جزيلا. حلو. نأخذ هكذا. يعني الرأسين بس اللي لاصقين. أصبحت لدينا هكذا. حلو. إيه؟ جاسر، نأخذها بهذه الطريقة. يا سلام. تثنيها بالعكس من
يا سلام يا دكوز. يا سلام. كذا؟ سهلة جدا 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 سهلة. سهلة جدا جزيلا. قلها يا جزيلا. جدا جزيلا غلط. لا جزيلا. صدق؟ اوكي. بلغة الفرنسية. لغة جنكوز ها؟ والآن رأيت؟ تلزق الطرف الأخير بالرأس. صح. حلو. طق 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 هكذا. اوكي. هذه هي. اكبسها بس. يا سلام. وضعها هنا. أول شيء حط اللاصق أول شيء. اللاصق. صم. أي 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 أي. كلمزي. كذا خلصنا يا جنكوز؟ لا جسر لحظة لحظة. ها. وهنا وضع بعض اللاصق هنا. ها. ونأخذ هذه الفرنة هنا. حلو. هكذا. نكفسها بعد. نكفسها. نثنيها. نثنيها نعم. طيب. يا سلام. أها. أصبحت شبه جاهزة. والآن. يا سلام. نقص ما تبقى. خلص منها يا جنكوز. لحظة لحظة. تقص الطرف اللي تحت. يا سلام. حلو. حطها مع مجموعة الطيور اللي سويتها يا جنكوز. وأصبحت الحمامة. جاهزة. جاهزة. يا سلام. يعطيك العافية يا جنكوز وأشكرك على هذا العمل الجديد. والجميل ايضا جسد. واحنا في انتظار اصدقائنا هم يسوون نفسه طبعا طبعا ولكن حاليا يا جنكوز وين وصلنا الى تبي تفوز اصدقائنا راح ننتقل الى فقره تبي تفوز بالجنكوز الى تبي تفوز الو الو السلام عليكم يا عبد الرحمن الو يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا عبد الرحمن كيف حالك الحمد لله عبد الرحمن كم عمرك عبد الرحمن؟ سبعة سبع سنين العمر كله طيب عبد الرحمن وش تجهيزاتك بمناسبة اليوم الوطني؟ أو تجهيزات المدرسة بمناسبة اليوم الوطني؟ هاي عبد الرحمن شو مجهز اليوم الوطني؟ شو بتسوي؟ أناشيد أناشيد يا سلام طيب بتحضر المسير ولا لا؟ هاي حاضر أكيد؟ أكيد يلا بإذن الله طيب بتروح لدرب الساعي بتحضر الفعاليات اللي هناك ولا لا؟ إيه بحضر يا سلام طيب قلت لي أي صف أنت؟ أول صف أول ما شاء الله طيب سويتوا فعاليات في المدرسة عشان اليوم الوطني؟ عروض؟ إيه وش سويتوا؟ عروض عن وش؟ عن الشرطة يا سلام يعني تبي تصير شرطي إذا كبرت؟ إيه يلا بإذن الله طيب يا عبد الرحمن جاهز لمسابقتك ولا لا؟ طيب تعرف أوجد الكلمة؟ أكيد أكيد طيب أنا بشرح لك إياها على العموم بتكون عندك كلمة الأحرف فيها مختفية حلو؟ حرف واحد بس اللي يبين أنت عطني الأحرف الباقية حرف حرف وبنشوف إذا بتكملها ولا لا حلو؟ فهمت؟ إن شاء الله إن شاء الله يلا بسم الله خلونا نشوف الكلمة هذه كلمتك يا عبد الرحمن والحرف الواضح اللي هو حرف الهمزة الهمزة مبينة والباقي مش مبين عندك أربع محاولات يا عبد الرحمن حلو؟ أوكي يلا عطني أي حرف أي حرف ممكن تفكر فيه ألف ألف خلونا نشوف ألف 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 موجودة يا سلام لا. طيب الحرف الثاني لام لام خلونا نشوف حرف اللام لا للأسف حرف اللام مش موجود وحرف حلو واو واو خلونا نشوف الواو الواو أتوقع موجودة يا سلام حلو يلا الحرف الثالث آخر حرف يلا ما أسمع فاء حرف الفاء خلنا نشوف حرف الفاء ويا سلام يعطيك العافية يا عبد الرحمن أقول لك ألف ألف مبروك عبد الرحمن بس بغيت أسألك شو تعرف عن الوفاء وش هو الوفاء الإخلاص لا وش معنات كلمة الوفاء الإخلاص الإخلاص أنت قلت يا سلام يعطيك العافية طبعا نفس الوفاء للوطن
الوفاء للصديق، الوفاء للأخ، صح ولا لا؟ تكون مخلص لشيء معين. وطبعا الوفاء للوطن يا عبد الرحمن مهم بشكل كبير كبير، وهو واجب تجاه كل مواطن، صح ولا يا عبد الرحمن؟ صحيح. يلا يعطيك العافية يا عبد الرحمن، ونقول ألو السلام عليكم يا قمر. قمر ألو. وعليكم السلام، كيف الحال يا قمر؟ الحمد لله بخير. قمر أول شيء في ورشتي أنا استعدت. أجل أنا على استعداد. أنا على استعداد. سلام، شوف سعادتك. شكرا لك يا قمر. وصلت هذه الحمامات، ما رأيك بها؟ أنا عن نفسي جدا 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 جميلة. أنا عجبتني واجد. قمر. وأيضا قمر قالت إنها جميلة. قمر ولا قمر؟ قمر. إيش تبين أقول؟ قمر. قمر. طيب. قمر قالت إنها جميلة. حلو. قمر. استعداداتك استعداداتك لليوم الوطني. استعداداتك عدت ما اسمع قليلا لو سمحت. خذي وقتك يا قمر. حلو، خذي وقتك. يلا امسك هذه الجاكوز حطها عندك. يعني مثلا يا قمر، هل اعددت قصيده معينه او انت تحفظين اي شيء لتقولينه بمناسبه اليوم الوطني؟ صح. اجل لقد اعددت قصيده. يا سلام، ممكن تقولي لنا بيتا منها؟ حسنا. اني احبك يا قطر حبا يعم بني البشر. الله، ما شاء الله تبارك الله. شكرا. ما شاء الله. استمري يا قمر. يعطيك العافيه. لا لا لا. ليش؟ موعد المسابقة. هي الحين وقت المسابقة. إيه؟ يلا خلنا. ما قلت لها إلى اللقاء. أنا قلت لها. أنت قلت؟ إيه؟ على كيفك أجي كروس. طيب يلا وقت مسابقتش يا غمر، خلونا نشوف إيش مسابقتها. طيب شو المادة المفضلة أول شيء؟ شو تحبين؟ رياضيات. يا سلام، الرياضيات على طول. والسؤال. يلا أنا بعطيش سؤال عن الرياضيات وخلينا نشوف المعادلة. أكملي لي المعادلة. طيب. أوكي. يلا. خلنا نشوف. يلا معادلتش يا قمر هي 700 ضرب فراغ يساوي 1400. يلا هذه على الشاشة، 700 ضرب فراغ يساوي 1400. عندك دقيقة بالضبط. يساوي 2. ها ما اسمع. يساوي 2. لا 700 ضرب كم يساوي 1400؟ أضربها في كم عشان تطلع 1400؟ الإجابة 2. الإجابة 2، خلونا نشوف. يا سلام، يعطيش العافية، ونقول لك ألف ألف مبروك، وتستاهلين 500. ويعطيش العافية على مشاركتك، وأيضا نشكرك على القصيدة اللي قدمتيها. ولكن حاليا يا جنكوز ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام. يا مرحبا يا منى، كيف حالك؟ خير. كم عمرك يا منى؟ عمري 9. 9 سنين العمر كله. أي صف؟ سابع. صف السابع، ما شاء الله. جهزتي شيء لليوم الوطني يا منى ولا؟ جهزت. جنكوز. إيه جاسر. وين رحت؟ لحظة أريد. تعال كلم منى. أخلص. من المستودع. طيب منى، جهزتي شيء لليوم الوطني ولا لا؟ جهزت. يا سلام، وش جهزتي؟ جهزت فستان والحلويات والأغراض. يا سلام، طيب شاركتي في شيء في المدرسة بمناسبة اليوم الوطني ولا؟ لا. لا؟ طيب بتشاركين في المسير الوطني أو بتروحين تحضرين تشوفينه؟ إن شاء الله بروح. بإذن الله، يلا. وإذا ما قدرتي طبعاً تابعي قناة الريان، راح نعرض المسير بإذن الله، راح يكون مباشر على قناة الريان، حلو؟ يلا مسابقتش يا منى هي أوجد الكلمة. أوجد الكلمة تعرفينها ولا لا أول شيء؟ أعرفها. تعرفينها؟ حلو، يلا خلونا نشوف كلمة منى. كلمتش يا منى مثل ما تشوفين حرف النون بس اللي متواجد، الأحرف الباقية مش موجودة. أعطيني 4 أحرف على السريع متفرقة. أعطيني حرف وعندش 4 محاولات بس. حلو؟ أدف.
ألف، خلنا نشوف الألف. ألف موجودة، يا سلام. حرف الثاني يلا. ما أسمع. هو اسم؟ أنت قولي أحرف وخلينا نشوف هو اسم ولا لا. هو طبعا اسم. إيه؟ حرف الميم. ميم. الميم لا مش موجودة. حلو. حرف اللي بعده يلا. لام. لام، خلينا نشوف اللام. لام موجودة، خلينا نشوف موجودة ولا لا. حرف اللام موجود ولا لا؟ هل أنت موجود؟ اللام موجود، يا سلام. يلا الحرف اللي بعده. طبعا أنا تكلمت عن الوفاء قبل شوي بس ما أدري إذا بيساعدش ولا لا. سهلة. فاء. ما أسمع. لا حرف الفاء. لا لا أنا أتكلم عن الوفاء، ما تكلمت عن حرف الفاء. الوفاء. الوفاء. أني أكون وفي تجاه ها. تجاه من؟ تجاه صديقي، تجاه واو. واو، خلنا نشوف الواو. حرف الواو موجود، يا سلام. يلا آخر حرف واو. آخر حرف يلا. حرف الطاء. الطاء، خلنا نشوف حرف الطاء موجود ولا لا. موجود، يا سلام، والكلمة هي كلمة الوطن. يعطيش العافية ونقولش ألف 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 مبروك وتستاهلين 500. يعطيش العافية يا منى. منى صح؟ يعطيها العافية. وحاليا ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. ألو يا محمد. خير. يا مرحبا محمد، كيف حالك؟ خير. محمد كم عمرك يا محمد؟ 11 سنة. العمر كله أي صف؟ خامس. صف الخامس، ما شاء الله. طيب جهزت شيء اليوم الوطني ولا شاركت في شيء اليوم الوطني؟ إن شاء الله. أنا أدري أني أكرر السؤال بس نبي نعرف أصدقائنا إيش قاعدين يسوون، مجهزين ولا مش مجهزين اليوم الوطني، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تسمعني يا محمد ولا لا؟ أسمع. حلو. طيب ايش سويت؟ طيب ايش جهزت؟ ثوب. ما اسمع. ثوب. ثوب، يا سلام، فصلت لك ثوب جديد صح؟ ها ايوه. طيب طيب يلا، تبي نروح السؤال على طول ولا؟ ايوه يلا سؤالك، خلنا نشوف. طيب انا بعطيك سؤال حلو وانت عطني اجابته. حلو. متى سيصادف اليوم الوطني هذه السنة في 18 ديسمبر 2018؟ أبي اليوم، أي يوم في الأسبوع راح يصادف؟ 18 ديسمبر. يعني أي يوم؟ إي بس أي يوم في الأسبوع هذه السنة؟ هل هو الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، أي يوم؟ جمعة، سبت؟ الثلاثاء. ما أسمع. الثلاثاء. الثلاثاء، وإجابة صحيحة. يعطيك العافية محمد، ونقول لك ألف ألف مبروك وتستاهل 500. يعطيكم العافية أصدقائنا على مشاركتكم، لكن حاليا راح ننتقل إلى فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية.